بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية لكل متابعينا وكل مشاهدينا في كل مكان عبر حلقة جديدة من في الموعد، متواصلين من خلال الموضوعات المختلفة اللي احنا دائما بنطرحها عبر أمسيات الموعد. أهلا بكم كل متابعينا وكل مشاهدينا، وفي حلقة اليوم مساحة مخصصة لواحدة من الطرق السودانية الصوفية المهمة في السودان، التي عملت في شتى المجالات المختلفة، والتي عملت أيضا على توحيد أطياف المجتمع السوداني، وكذلك عملت على نشر الدعاوي الإسلامية في كل أصقاع البلاد. أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج في الموعد، وسعيدة جدا متابعينا ومشاهدينا أن أكون في حضرة واحدة من الطرق التجانية المحمدية أو الطريقة التجانية المحمدية البركاتية الحسنية لمؤسسة مولانا الشريف الفاتح البركاتي الحسن التجاني بالسودان وخارج السودان. سعيدة جدا أن أتكلم عن هذه الطريقة عبر هذه الحلقة عبر ضيوفي الأستاذ والمعلم بمرحلة الأساس الشيخ مهند السير المصباح. أنا سعيدة بك من خلال هذه الحلقة، مساء الخير. مساء النور عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، يديكم الصحة والعافية، وسعيدين بالاستضافة في هذه القناة المباركة إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك. وأيضا مشاهدينا، زي ما تحدثنا عن هذه الطريقة ودورها في السودان وانتشارها وعدد من الأذكار والأوراد تخص هذه الطريقة التجانية، محبي ومريدي هذه الطريقة من خلال حلقة اليوم يعني برضو يعني معنا مادح ومنشد عبر هذه الحلقة أسعد أبو عقلة، حيكون معنا حضور من خلال هذه الحلقة وقصيدة مهمة جدا، المحفلة النورية هتكون معنا حضور عبر أزعاد. أنا بحييك وبقول لك مساء الخير. بحييكم ومساء الخير، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وجزاء سيادة مولانا الإمام شريف الفاتح البركاتي حسن السوداني، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة. أهلا بك، أهلا بكل مشاهدينا وبكل متابعينا عبر هذه الحلقة، أهلا بهذه الطريقة المميزة وانتشارها في كل السودان وانتشارها أيضا خارج السودان، والاهتمام الكبير بكل السودانيين بهذه الطريقة، طريقة تجانية. في البداية احنا دارين نتعرف عليك أكثر أستاذ مهند السير، وملامح سريعة عن النشأة وعن الميلاد وعن السيرة الذاتية. طيب، مهند السير المصباح من أبناء نهر النيل شندي، منطقة الشقالوة، درست في وادي عجيبة الأساسية، ودرست في الخرطوم التجارية الثانوية العليا، ودرست الدراسات التجارية في معهد وليد الفني للدراسات التجارية. تحية لك. ويعني أنا برضو عارف أنك أنت برضو دراستك دي هي غادتك إلى أنك تكون معلم. نعم. المعلم دائما نفسه هي جبلة للعطاء من غير توقف. نعم. ويعني دائما المعلم من القو في مكانة سامية جدا، أعلمت أشرفة أو جل من الذي يمي وينشئ أنفسا وعقولا، بالتأكيد المعلم. فنهيك عن أنه يكون برضو طابع لواحدة من الطرق البرضو بتعلم الدعوة الإسلامية ونشرها خارج وداخل بلادنا الحبيبة. خلينا نتكلم عن بداية دخولك لهذه الطريقة، وإلى أي مدى أنت استفدت منها في المجالين، في مجال الطريقة التجارية ومن سمى التعليم؟ في البداية يعني أنا بشكر مولانا طلحة حسن علوب، وكان سبب في دخولي لهذه الطريقة، وكان ملامحة بارزة جدا جدا. هو كان يعني من الناس المشايخ الكبار القدام، كانت عنده رسالة برضو دعوة، كان صاحب طريق، وهو أيضا معلم درس الفقه وخطيب وإمام مسجد، فكان هو السبب في مقابلتي بسيادة مولانا الإمام الشريف الفاتح البركاتي. الكلام ده ممكن من 2001 كانت الملامح، لكن حقيقة أنا قابلت صاحب السيادة في 2007 في زاوية العزاب اللي هي في منطقة الشجرة. لقى سيادة مولانا الإمام، وكان أول لقاء لي بيو يعني. بعد ذاك شنو جذبك للطريقة التجارية؟ النهج النبوي أو المنهج النبوي صراحة، يعني سيادة مولانا الإمام منهج نبوي صرف.
يعني كل الدلائل وكل العلامات حتى التعامل حقه هو تعامل نبوي. نحن طبعا يعني دائما المنهج لما يكون المنهج نبوي وعنده رسالة قوية جدا جدا بتجذبك. صحيح. فالحمد لله رب العالمين يعني أخذني الورد المحمدي كان في الفترة ديك وعظمنا على الورد اللي هو الاستغفار 100 والصلاة على النبي 100 والتهليل 100 بالإضافة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة اللي هي 12000 بالصباح 12000 بالمساء ما شاء الله. فالحمد لله شرط انه انا يعني يكون العدد ده يكون رقم معين. هو في ناس كثير بيقول لك احنا عندنا ورد. هو ما شرط. هو ما شرط. لكن المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا جليس من صلى علي. صحيح. فانت كل ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بتجد فيها حلاوه وبتجد فيها طلاوه بتجد فيها المؤانسه والمجالسه، فبالتالي بتنور لك طريقك كثير يعني. فهي يعني بتقربك وبتخليك لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فمنذ الفترة ديك يعني دي كانت بداية دخول دي كانت بداية التجانية. الدخول أيوة كانت بداية. طيب ممكن من خلالك تعرف على الطريقة التجانية المحمدية البركاتية الحسنية، يعني ده طبعا ما شاء الله اسم طويل. نعم. هل هو كان اسم كده مرة واحدة ولا جاء في فترات وسنين متعاقبة؟ يعني كان أول اسمه الطريقة التجانية وبعد ذلك ضفت له المحمدية البركات. نعم. 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 طبعا الوردي كان في الأول اللي هو الطريقة التجانية وكان نحن كان تلاقينا كان في الوقت ذاك اللي هو من بداية 2007 شخصيا أنا أتكلم عن الأمر ده. فسيادة مولانا الإمام يعني هو أصلا من آل البيت. ونحن نقول من آل البيت بنقول هو من بمعنى. نعم هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو سليل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة، فهو حسني. النشأة يعني أن سيادة مولانا الإمام هو أصلا يعني كان يعني ملم بكل العلوم وكان ملم بالقرآن وبالفقه، حتى هو يعني نشأ وترعرع في مدينة رفاعة منطقة الشرفة بركات، حتى لما حفظ القرآن الكريم كان هو في المرحلة الثانوية. طبعا يعني الرفاعة دي منطقة ما شاء الله فيها يعني طرق كثيرة وفيها اهتمام بالأدب النبوي وفيها اهتمام بالطرق الصوفية عموما. نعم. بعيدا عن يعني خاصية كل طريقة في السودان. نعم. هو والده طبعا الشريف يوسف شريف الطاهر مشهور بواد كاسر قيدو، هم معروفين في منطقة الشرفة بركات. والدته السيدة رغية وهي من سليل بيت الأنصار، يعني حتى والده كان هو وكيل الأنصار للسيد عبد الرحمن المهدي وأسس معاهم المسجد العتيق للأنصار في مدينة رفاعة. فالحقائق كلها هي بتتمحور في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوصول ده كله ونحن جيتنا لسيادة مولانا الإمام في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو زي ما قلت لك يعني النشأة بتاعته نشأة دينية صوفية في بيت كبير بيت مشهور في منطقة الشرفة بركات ما شاء الله. نعم. طيب إذا تكلمنا عن التربية الصوفية وأثر على كل الأجيال المتعاقبة. نعم. في الطريقة التجانية كيف بيكون النهج وكيف بيكون الابتدار بالنسبة إذا كان عندكم طلاب مثلا خصوصا أنت معلم؟ نعم. كيف إحنا بنخليهم بنحببهم في الطرق الصوفية وخصوصا في التجانية؟ أهل الطريق دائما بيهتموا بالجانب الروحي لأن الجانب الروحي هو أساس كل شيء. ما زي الإنسان لما يأخذ حاجة يعني إنه ممكن أتعلم حاجة كده وخلاص في وقتها تنتهي. لكن التربية الروحية بتستمر. صحيح. بتستمر رغم التطور ورغم المواكبة ورغم التفاصيل كثيرة لكن هي بتستمر. نعم. نعم. طيب احنا يعني حنكون في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم والمحفل النورية هي واحدة من القصائد اللي يمكن احنا اليوم حناخذ منها كم مقطع وحنهديه لكل السادة المشاهدين عبر في الموعد. وأزعد أبو العقل تحية لك مرة ثانية نسمع. وازن لفيض صلاة منك غائمة بذاتها على النبي لم تخلق فتنعدمي
أغنى وأقيا على المزا وأمير بالضحى أم تغازل الورقى وأزات الهندمي أم مسك يضوع يمازج عنبرا أم لجين الماء سال بعندمي أم شرب كؤوس الأحبة في السحر أم شدو حمامات الأراكب معلمي شغلت هواهن سمات أحبتي وهان لي في عشقهن سفك دمي وأزل فيض صلاة منك غائمة أما أن تذكر زاوة المصطفى العلمي فاضت دموعي كصيب العارض العرمي شوقا إليه خالصا وهوى وخالص الحب يزهر حالي الكلمي إليك نديمي في الهوى القدسي محفلة ترمي نظرتها العزى والب البكم وغدت أنوارها للأعداء ترهبهم كبحر خميس يسطو من الغدم وأزل فيض صلاة منك غائمة فصاروا أعشاب دوح لا ثمار لهم من أصل خلغتهم لا سغم ولا عغم قد ينكر المعتوه نور الحق من سفه كما ينكر العزال أصل الحب من عدمه وينكر الخالون سر العشق معذرة كما تنكر الإذن صوت النائم صممي ويعي الولي شكر الله على نعم كما يعجز الطفل شكر الأم من بكمي وأزن لفيض صلاة منك غائمة والحق أن سر فؤاد المرء قايته أكرم لفؤاد الصادي من الضرم نعم سرى سر من أهوى فأسعدني وسر يسري إحنا في حب المصطفى وفي حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحب الملهم هذا الحب اللي يمكن بيجمع كل المحبين وكل المريدين لذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أي مدى يمكن تكون هذه الأذكار هي تجعل الإلفة والمودة طرية جدا وتجعل الناس في تقارب كبير جدا أنا سعيدة بكم مرة ثانية الأستاذ مهند السر مصباح وأسعد أبو عاقلة وحنستمر في حوارنا بالتأكيد معكم من خلال هذه الحلقة وحاجيب عن جانب مهم جدا في هذه الطريقة الطريقة التجانية يعني المحمدية البركاتية الحسنية وإلى أي مدى قدرت تطلع برا السودان وكيف مولانا الشيخ الشريف قدر الفاتح ينشر هذه الطريقة هاري السودان سيادة مولانا الشريف الفاتح البركاتي له زيارات خارج السودان اللي كانت في فترة زار سوريا زار أصلا منطقة الحجاز اللي هي مقر أهل البيت يعني مكة والمدينة المنورة يعني السياحة حقته كانت في معظم البلدان وكان بيضع بصمته في كل مكان فكانت البصمة دي مشهورة وظاهرة والحمد لله رب العالمين يعني كانت كثير من الزوايا موجودة خارج السودان فهي كان السبب كبير انه الطريقة يكون عندها صدى خارج السودان لاننا طبعا كيف تم التفاعل يعني لما كان في سوريا كيف الناس تفاعلت مع الطريقة وكيف كان التجاوب وهي الحقيقة يعني نحن نقول على فترة بتاعت سياحة اصلا يعني نزلت كده ايوه يعني مر عليها اخذ فيها وقت يعني قبل 2005 ثم رجع مرة أخرى إلى السودان بعد ذاك كان يعني وجود الأخوان والأصحاب والمريدين هم اللي أسسوا الزوايا مع سيادة مولانا الإمام في خارج البلاد منا على سبيل المثال قطر اللي في الدوحة هي محسوبة شراكات يعني والله هي شراكات نقول عليها شراكات
روحيه. بالظبط كده. لانه زي ما قلت لك في الاول التصوف بيهتم بجانب الروح، ما جانب الجسد فقط، جانب الجسد ده اللي هو الاكل والشراب. صحيح. لكن الجانب الروحي تربيه صوفيه. ايوه اللي هي دي لما تصلح بيصلح معاه الجسد. بالتاكيد. يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي بيقول الا ان في الجسد مضغه ان صلح صلح سائر الجسد. صحيح. وان فسد فسد سائر الجسد. بالتأكيد. اشار الى القلب. يعني القلب ده اصلا هو مفتاح الـ 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 بالتاكيد هو المفتاح. اذا كان صحي فباقي الجسم كله حيكون صحي. اكيد اكيد اكيد. طيب احنا حنمشي نتكلم عن محور مهم عن المؤلفات مولانا الشريف الفاتح. نعم. وعدد هذه المؤلفات ومع التطور الكبير الموجود الان، يعني زمان احنا بنعرف انه المؤلفات المدايح في في كافه الطرق، يعني تحفظ في اشرطه بتاعت كاسيت او اسطوانات او غيره، لكن الان احنا بقينا في فضاء في معون كبير جدا. كيف بيتم التواصل والتواكب مع حفظ هذه المؤلفات بعد ما نتعرف عليها؟ من ضمن المؤلفات اللي هي المحفله للشماريخ الفاتحية في مدح خير البرية، سيادة مولانا الإمام الشريف الفاتح البركاتي اللي هو بيمدح فيها جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيها أكثر من 30 مدحة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عنده الدر النضيد في علم التوحيد. وأيضا عنده رسالة الفقه أيضا من الكتب اللي هي مؤلفة بتربو عن أكثر من 63 مؤلف. وسيادة مولانا الإمام هو أيضا دكتور. يعني اهتم بالجانب العلمي كمان أيضا يعني. فهو طبعا درس في الجامعة وتخرج منها واخد شهادة الدكتوراه. في هو طبعا كان موظف في البنك، كان محاسب. حتى الشهادة بتاعت الدكتوراه في الصرافة يعني. فاهتم بالعلوم الدنيويه والعلوم الاخرويه يعني ما 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 ميل على جانب معين وترك جانب. حتى يعني يدل على عدم التزمت والتعصب في الطرق عموما. انا بقول دائما الطرق دي هي طرق غير متزمته وغير متعصبه. نعم. ودائما يعني الحاجه فيها بسيطه وفيها يسر. نعم. خصوصا نشر الدين، لانه نعم. في بعض ممكن نقول عليهم المجموعات الاخرى هي عندها تزمت كبير. نعم. جدا في نشر الدعوه الاسلاميه. نعم. ناسية مولانا الإمام كان واضح وصريح يعني مع الأصحاب، حتى تعاملوا معنا تعامل حق صحبة. فالصحبة أنت بتاخذ وبتدي بطريقة سلسة، بطريقة سهلة. ما 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 بالطريق بتاع الشيخ والمريد. نعم. احنا حنتعرف أكثر. أيوة. على يعني طريقة المؤلفات في الأدب. نعم. النبوي. نعم. وعلى عددها كذلك والإصدارات وكيف المحافظة عليها. نعم. من بعد الفاصل مشاهدينا. نعم. الكرام ابقوا معنا. نعم. حضور في الموعد. عودة مجددا لكل متابعينا عبر هذا المساء التكي سويا على هذه المساحة المتعلقة بالطرق التجانية في السودان وخارج السودان، كذلك الأذكار الأوراق وعدد من المؤلفات للطرق التجانية. أنا مرحب بكم مرة ثانية وإحنا في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأزل فيض صلاة منك غائمة بذاتها على النبي لا تخلق فتنعدمي. أليت نفسي بمدح المصطفى علنا أخطه بمدامعي لا بمحابر الغلم. فجاء مدحا من الأنوار مغتبسا جادت به غريحة صب في الغرام عمي. أزفها إليك رسول الله في شغف تقبل الأرض تيها وصلا إلى الحرم. فبدت أسرارها للصب تفرحه فهانت عليه اللذات في الألم. هاجت لها من السودان أشجانا لربوعها الفيحاء مذ بانت ولم تدم. فعلى زفراتها من الفيحاء مسرعة للصب في عرصاتها تأوه وتهمهم. يا سيدي يا رسول الله يا سندي
من لنا سواك يا حالي الكلم. أنت الحبيب الذي ترجى محبته لكل نوال خالي من التهم. تلوي عواصف حبه بمهجتي كمدا كما تلوي الرياح الأدواح في الأكم. حبيبنا الكامل الهادي فلا أحد أحن علينا من المرضعات على الفطم. فاغ المرسلين في سر وفي حكم ولم يحازوه في رشد ولا شيم. وكلهم لرسول الله منتصرا عهدا من الله مبرا من الغدم. قصيدة نورية جاءت على غدر تفوح حمولتها مسكا عن در الحرم. تنزل في الروضة الغراء تخبره بأن إخوانا من السودان في الخدم. ساموا أرواحهم شوقا في محبتكم دون تلواز منهم على وضم. فأنت رسول المليك والأمر لك ونحن عبيدك وأنت سيد الحكم. إن شئت أعتق وإن شئت بع وإن شئت استرق لا تنظر لمن ينمي. هذا مديح من الرحمن مغتبس فاضمر بما شئت إن الكل مصطلم. ظن المديح وظن الشريف على نهج البصيري لم يمدح ولم يقم. من في العباد يكون مثل أحمد وهل تحت الأديم شيب من الشيم. من في العباد يكون مثل أحمد وهل تحت الأديم شبيه من الشيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و يعني صلى على الرسول. يعني واحدة من الأوراد المهمة جدا في الطريقة التجانية، والمدائح النبوية برضو هي واحدة مهمة جدا في الطريقة التجانية. نتعرف على كيفية الاهتمام بالمؤلفات والحفاظ عليها، خصوصا المواكبة اللي تكلمت عنها قبل الفاصل من خلال التكنولوجيا. كيف نقدر نوفر مثلا المكتبات الإلكترونية؟ كيف نحافظ على هذا الإرث النبوي؟ طبعا نقول يعني الحمد لله رب العالمين، يعني النهج كان من الأول الاهتمام بالعلم. يعني فعندنا بعض الأخوان والأصحاب هم مهندسين أصلا، يعني فعندهم العلم وعندهم المدونات الإلكترونية اللي هي حفظت بها المواد بتاعة سيادة مولانا الإمام في جوجل أو في قناة اليوتيوب، أيضا فيها بث للمدايح، أيضا يعني نحن بنقول هي كمادة موجودة وأي إنسان بيطلبها أو عاوز يعني يتعلم منها ويستفيد منها هي موجودة داخل النت. نعم. هننتقل مباشرة للساحات اللي هي دائما تكون ممتلئة بالقيم والطرق المختلفة في السودان. نعم. الطرق الصوفية. نعم. واهتمامها بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كيف يتم برضو الإعداد والاهتمام بهذه المناسبة؟ لأنها طبعا هي مناسبة بتجي من عام لعام. نعم. وكل الطرق بيكون عندها مجهود كبير في نعم. هذه الاحتفالية. نعم. نحن عندنا خيمة في ميدان الخليفة في أم درمان، الطريقة المحمدية أبناء الشريف الفاتح البركاتي. حتى احتفالاتنا دي منقول أيضا على اليوتيوب أيضا، يعني بس مباشر. فالإعداد لها والتجهيز لها طبعا بيبدأ قبل فترة من المولد النبوي، يعني قبل أسبوع بالكثير الناس بيبدوا يشدوا الخيام ويجهزوا الترتيبات الفنية زي الساون والصوت والشاشات المرئية. فالاخوان عندهم مجهود، يعني حداثه داخله في اكيد اكيد. يعني حتى الزول نحن الحمد لله يعني رب العالمين بنقول انه الخيمه تحت طريق المحمديه يعني عندها زوار كتار. نعم. يعني الزول ما قادر يشاهد من جوا بيقدر يشاهد من برا، لانه عندنا الشاشات الكبيره دي بنعلقها في الساري. فبتتم المشاهده باعلى مستوى، يعني حتى الزول ما قادر يشوف الحلقة الموجودة قدامه أو الفقرة الموجودة قدامه، يعني كسرة الزوار يعني للخيمة المحمدية.
فبيبدوا يشاهدوا من الشاشة يعني. فبرضو يعني أدت صدى طيب عند الزوار وعند الناس المحبين، والاهتمام بهم يعني. لا يكون في اكتزاز وفي والله هم مشاكل زحمة، ولأنه يكون في أطفال وفي أكيد نساء. أكيد أكيد، لأنه طبعا يعني سبحان الله يعني نحن المولد ده عند السودانيين يعني أهل السودان أهل المحبة، صحيح، ومعروف عنهم يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعشقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا يعني بيتمنى زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة بيته الحرام. فالسودانيين نحن ما يعني ما مو نقول هم أكثر ناس، لكن حبهم وشوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي مناسبة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم بتلقى الشعب السوداني شعبي زواق جدا جدا في الحتة دي يعني. ما على المستوى الصوفي، ما في بيوت ما صوفية، صحيح، يعني عندنا ما عنده اهتمام بالطرق، لكن أيوة عنده اهتمام بمحمد المصطفى، أيوة يعني عايزة تشارك، أيوة الجناب المحمدي ده صلى الله عليه وسلم كل الأسرة السودانية بتشارك فيه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى البجوك زوار دي ما عندهم علاقة بطرق، صحيح ما عنده، لكن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل الخيام بتتنافس، صحيح، نحن في الفترة بتاعت ال 12 يوم بنعد برامج بتتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس سيادة مولانا الإمام عنده مؤلف أنوار الحمد الإلهية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بيتكلم عن قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتقاله ثم إلى ما شاء الله. يعني حتى الاهتمام اللي انت ذكرتيه بالجانب التقني ده بالذات هي كتب، لكن اهتمينا منه تكون سمعية، فبنشغل المولد سماع عن طريق منشدين ما شاء الله، يعني أصواتهم شجية، أصواتهم ندية، بتجذب الزول الزواق، فهم بيستمعوا لأنوار الحمد الإلهية اللي هي بتتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤلف من مؤلف سيادة مولانا الإمام الدكتور الشريف الفاتح البركات الحسني. ففيه من العلامات وفيه من المعجزات قبل ولادته وبعد ولادته، حتى في انتقاله كما ذكرنا يعني، وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالاهتمام بالأشياء دي دائما بتكون في أيام المولد، في بنقرب محبة المصطفى، أيوة بنقرب المعنى، لأنه الناس بقت مشغولة وبقت صحيح يعني في أمور كده يعني، صح، هي مجرد ذكرى يعني، صحيح، تذكير واحتفال وشحذ للهمم، وزي ما بيقولوا يعني خلاص كده من تواصل يعني، أيوة تواصل. تحصل فيها زيارات وتحصل، صحيح، فيها أشياء كثيرة. إحنا يعني خلينا نجيب برضو عن أثر التربية الصوفية، دائما الطرق الصوفية هي عامرة بالتصوف طبعا، نعم، لكن قبل قلت حاجة مهمة جدا في الطريقة التجانية المحمدية، الاهتمام بالأمور الدنيوية، نعم، نتكلم عن الجانب المجتمعي وإسهام الطرق التجانية المحمدية، نعم، في الجانب المجتمعي، لأنه نعم في مشاريع كثير ممكن تدعم الطرق، نعم، الصوفية في السودان، نعم، نعم. في البداية يعني زي ما ذكرنا اهتمام الأصحاب والأخوان اللي هي وصية سيادة مولانا الإمام، الاهتمام بالعلم، فهم كلهم أهل بيوت معروفة ومعلومة في السودان وخارج السودان. سبحان الله يعني دائما بيكون فيها الصفوة، والصفوة دي دائما الناس بتتأثر بهم، أخلاقهم، أقوالهم، أفعالهم في المجتمع، كيف بدعم المجتمع، لأنه في شرائح مستضعفة، نعم، في شرائح ممكن تكون فعلا متعففة، لكن نعم تتكلم، نعم فعلا فعلا، يلا دي بقرب الناس اصلا يعني، بقربي انا مثلا مع اهل منطقتي واهتمامك واهتمامي بهم، انا ممكن اقدم الجانب اللي انا بقدر اساهم فيه. ايضا مولانا ازعت في منطقته بيعرف الناس اللي حوالينه وبيقدر يقدم الحاجه اللي هو بيقدر يعني يساهم فيها. فالجانب ده جانب اجتماعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه يعني، انهم يكونوا شنو؟ المسلم اخو المسلم، يشدوا بعضهم بعضا، يعني الدور تكاملي وتكافلي، صحيح، يعني الذكر، الاوراد، أيوة، الاهتمام بالاخر، الاحساس، أيوة، بالاخر، كلها بتخش في أيوة، في اطار أيوة، الطرق التجاريه والصوفيه عموما، نعم، في السودان، نعم، احنا حنصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم واحنا في حضرته وحب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وزن لفيض صلاة منك غائمة
بذاتها على النبي لم تخلق فتنعدمي، كالروح في شرف والحور في ترف والدر في نظم والله في كرم. هو الكاشف الحكم الخفي إذا بدا بوحي الله لا بأدلة الحكم. هو القاضي إذا القضايا أشكلات بين حزق الخمصاء بالحكم. سهل الغدا القيادة إذا يلاين أصحبا صفو الوداد في بيع وفي سلم. صعب القياد إذا يقاسي مرة عالي الجناب كبعد النجم في أمم. إذا أشرعت على الأعداء كلاكله ضاقت عليهم منادح القبراء في الوخم. وإذا صال في الحروب صولة تجفل لها وغر الحشاد ولمة الشمطاء في الدهم. رسولنا كريم الجناب موطأ الأكناف من آل هاشم أهل المجد الأصيل في الغدم. وهذه محفلة النور قد كملات والحمد لله في تكميل ومختتم. أبياتها قد أتت بالنون كاملة أفرح بها قلوبنا يا واهب النعم. من الشريف الفاتح البركات ذو القلم نظما يسمو كبدر التم في شمم. والحق يشهد أني لا أناهده من ذا يناهز نور الله في الغدم. وأزل لفيض صلاة منك غائمة بذاتها على النبي لا تخلق فتنعدم. والآوال والأصحاب أرباب التغى تبعا لصاحب المحفلة النورية في الغدم. والآل والأصحاب أرباب التغى تبعا لصاحب المحفلة النورية في الغدم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإحنا مستمرين طبعا في محاورنا أستاذ مهند السير المصباح، وحنجيب في جانب برضو مهم، وأنا بفتكر أنه الطفل واستقطاب الطفل وأثر التربية الصوفية على الأطفال مهمة جدا. كيف يتم يعني استقطاب الأطفال واستقطاب أيضا الشباب، يعني لأنه إحنا في مرحلة محتاجين فيها لتوعية دينية أكبر. نعم. أصلا الإنسان بطبعه يميل للأشياء الجميلة، فكل ما حبب إلى الإنسان شبهه إنه يجذب. فكل ما كان الأمر بالذات مع الأطفال أنت بتحاول تغرس فيهم القيم الإسلامية. صحيح. اللي هي بتوصلهم درجة درجة. يعني أنا لما أهتم بالطفل أنا أكيد ههتم بأمة كاملة، لأنه الطفل ده يعني أكيد ده جيل مختلف. أيوة. ونشأ مختلف. أيوة. وهي باعتبار يعني أنت بتعيد في أمة جاية لمستقبل. صحيح. فأنا لما أبدأ أوريهم العلوم الإسلامية بالطريقة الجميلة، ونحن طبعا عندنا يعني دكاترة معروفين يعني في الجانب التربوي، فدائما استهدافهم للطفل بيكون على محدودية العقل. صحيح. يعني الطفل أنا ما ممكن أنا أجيب لي طفل أتكلم له عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لكن بعلمه كيف يحب الرسول. أيوة. نعم. أنا بوريه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولادته كانت كيف، لأنه حاجات هو عايش الطفل. بالضبط كده. الطفل بيكون عايش الحاجات دي جوا البيت. صحيح. فأنا بوريه مثلا كيف كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كانت تعامله مع أمه وأبوه. أيوة. تعامله مع جيرانه. تعامله. أيوة. مع زوجاته. نعم. فدي أنا بدي الطفل جرعة، يعني أنا ما بديه حاجة أكبر من 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 من, من إدراكه. صحيح. وفي ما شاء الله في اطفال ما شاء الله يعني عقولهم نيره، اصلا اطفال طبعا عقولهم خام، يعني هم بياخذوا اي معلومه. نعم. وبالعكس ممكن يضيفوا لها، لانه يعني احنا عارفين انه الجيل الحالي. نعم. سابق عمره بعشر سنوات بالذات في الزمن ده. أيوة. هو بالزمن. جيل التكنولوجيا. صحيح. جيل التكنولوجيا جيل خطر جدا، وبيشيل المعلومه بصوره غريبه سريعه جدا جدا. وهم ما شاء الله يعني في هذا. فانا اذا انا وظفتها وجهتها الحاجات دي بطريقه جميله
وخطيت له كمواد مثلا ويلقاها جوا الجهاز اللي هو الان بيتعامل به ده انا اكيد حوصله لمستوى راغي جدا جدا من التربيه الصوفيه من التربيه الاسلاميه ومن التربيه اللي هي ذاته حتنفعه مع والده ووالدته في البيت يعني. صحيح. دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بتكون كده يعني. انا دار انشئ لي جيل ما حقدر انشئ لي جيل وانا ما عارف اتعامل معه. طيب احنا بنتمنى انه كل الاجيال تكون في حب المصطفى ويعني يكون عندها اثر واضح في التربيه اللي ممكن تعمر قلوب كل الاطفال من خلال التربيه الصوفيه واهتمام بمحبه المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم. حنرجع مره ثانيه وحيتكلم عن السجاده او الزاويه. نعم. للشيخ الشريف الفاتح واحنا في ختام الحلقه. نعم. وشكل التعامل كيف يكون في السجاده دي واعداد المريدين حتى. نعم. في هذه السجاده المريدين كتار والمحبين ما شاء الله يعني حدث ولا حرج. فسيادة مولانا الإمام بيأسرك بأخلاقه بيأسرك بتعامله بيأسرك بكلامه، فإنت بتلقى نفسك أقرب واحد له من غير ما تشعر. فحتى هو يعني لما يجي يتكلم مع أصحابه كلامه حلو وكلامه شيق، يعني إنت تستمع لكلامه يعني كالماء العذب، نحن ممكن نشبه كلامه يعني. فدائما ما ينصح الأصحاب وينصح الأخوان ببر الوالدين وبالجيران وبالأخوان وبالأصحاب وبحسن المعشر وبالأخلاق الكريمة في المنطقة التي بتكون موجود فيها، ودائما يعني ما بيميل للخلافات والنزاعات ما يحبها، يعني حتى لدرجة ما بيرضي أنه بين مريدين وأصحابه وأخوانه يكون في ناس يعني متشاحنين أو زعلانين من بعض. تسامح سمة أساسية في هذه الزاوية أو السجادة. يعني حتى نحن نحفظ لهم مقولة يعني بيقول لا تأذوني بأذيتكم بعض، لا تأذوني بأذية بعضكم بعضا. يعني أنا لو أذيت واحد من الأصحاب أو من الأخوان هو بيتأذي. نعم. وهو ما داير الأذية دي لا لنا نحن ولا داير له. فنحن من الحاجات اللي هو حببها فينا وجعل دينا للاخوان كلهم وللاصحاب كلهم اللي هو الصفه بتاعت التسامح. يعني سريع ما نغلط وسريع ما نرجع. صحيح. سمه التسامح والتواصل. نعم. في حب المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم. واحنا في ختام الحلقه ممكن نعيش لحظات في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني دي كانت واحده من القصائد المهمه جدا عبر هذه الحلقه. ممكن في قصائد كثيره. نعم. وفي مؤلفات كثيره. نعم. أنا دايرة أجيب أخيرا كده عن المرأة برضه في هذه الطرق ودورها. نعم. وإسهاماتها كذلك. نعم. النهج نهج نبوي والمنهج نبوي. المرأة عندها دور، معروف دور المرأة في المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار كثير للسيدة عائشة، قال خذوا علمكم من تلكم الحميرات. يعني بوصي أصحابه يعني، لأن السيدة عائشة رضوان الله عليها كان الوحي يتنزل في بيتها، فالقرآن الكريم أدى المرأة حقها. يعني في الجاهلية كان المرأة ما عندها حقوق كما نعلم يعني. فالاهتمام بالمرأة وبدورها ثابت، ويعني نحن بنقول يعني دائما ما أراد الله سبحانه وتعالى يعني من العلوم اللي نحن بنتعلمها ومن النماذج اللي الآن هي موجودة بين أيدينا نحن بنعلم بها لزوجاتنا ولبناتنا، وهم بدورهم ذاته يعني بيكونوا هم ايضا يعني بيحببوا الناس في هذا الامر ويدوهم الاوراد. فهي يعني نحن بنقول عليها متكامله. صحيح. يعني دور متكامل يعني نحن المجتمع المراه الطفل الشباب ايوه لازم يعني كلهم بادوارهم نحن بنكون الحلقه الكامله يعني. فما هي قايمه على الحساب اللي هي تسمى حلقه الذكر. نعم. والنوبه اننا حلقه الذكر ديك طبعا اللي هي براها اللي هي ديك فيها الأذكار وفيها التهليل وفيها التكبير وفيها التهليل. عندها أيام معينة بالأسبوع يعني ولا؟ والله هو طبعا ألا بذكر الله تطمئن القلوب في أي وقت. أي وقت. ممتاز. أي وقت يعني الذكر يعني بابه مفتوح. ما شاء الله للإنسان يعني أن يذكر الله سبحانه وتعالى فهو يعني مستطاب وموجود يعني. طيب خلينا نتكلم أخيرا كده في الرؤى المستقبلية، ولأنه أي حاجة إذا كانت الطرق الصوفية هي جانب مهم في المجتمع السوداني لابد من أنها تتوفر لها الرؤى المستقبلية والخطط المستقبلية. مستقبل نظرتكم لهذه الطريقة واهتمامها أيضا بالتربية الصوفية والجانب المجتمعي وممكن حتى من خلال مشروعات ممكن تقدمها للمجتمع السوداني.
نحن طبعا الإسلام الحمد لله ما كان مرتبط بزمن، فمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى ما شاء الله وإلى أن تقوم الساعة، الرؤى المستقبلية نحن زي ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود والقرآن الكريم موجود، دي الرؤى المستقبلية أصلا. نعم. اللي هو هدي الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهج. أيوة. دي أنا بعتبر إنها رسالة مهمة جدا. نعم. نختم بها حلقة. نعم. اليوم. نعم. من خلال هذه المساحة اللي تكلمنا فيها عن الطرق التجارية المحمدية البركاتية. نعم. الحسنية، وأنا سعدت بكم جدا وعن هذا التنوير اللي قدمتوه للمشاهد الكريم. شكرا لحضورك معنا الأستاذ مهند السير المصباح، شكرا لك. كتر خيركم، بارك الله فيكم. شكرا كثيرا. أسعد أبو عقلة، شكرا لك، شكرا على هذا الإنشاد في حب المصطفى. التحية لكل مشاهدينا وكل متابعينا اللي تابعونا ورافقونا من خلال هذه الحلقة من برنامج في الموعد، التعرف على واحدة من الطرق الصوفية المهمة في السودان وسماتها كذلك في المجتمع السوداني. شكرا للتيم العامل، بكرة فريق جديد وحلقة جديدة، كونوا في الموعد، في أمان الله.